فقدان السيطرة على السيارة هو أمر مخيف وكثار ممكن يتعرضوا له، إما بسبب الأحوال الجوية السيئة أو بسبب مشكلة في الإطارات أو حتى لسبب غير معروف. قبل ما نفوت بشكل جدي بموسم المطر وتزداد مخاطر الطريق، رح نسمع بهالفقرة توصيات ومحاذير من زاهر عزام حتى نرفع سقف الأمان خلال السواقة. تفضل يا زاهر. يعني شفنا الفيديو والتجربة اللي عاشها آدم وهي كابوس مثل ما أسلفت، ممكن تكون مساء الورد. احكي لنا شوي شو أهم التوصيات لك كرجل تقني بيشتغل في هذا المجال عشان نحافظ على سيارتنا؟ أول شغلة بالنسبة للسيد آدم بشكل خاص، المشكلة اللي صارت غاد معروف بهذا نوع السيارات اللي صارت معها المشكلة، معروف أنه فيه مشكلة في جهاز الاي بي اس، وأنا بتخيل هذا اللي صار هناك. أي نوع سيارة؟ هي المازدة 3، وبسنين معينة بفكر كان لازم حتى المستورد نفسه يكون عليه ريكول اللي فيها الشغلة، وهنا قصروا. في دول تاني أنا بعرف إنه في دول تاني كان عليهم ريكول وتغير كل جهاز هذا، بس هو جهاز غالي بنعد غالي جدا، ومشان هيك يعني كأنه المستورد السيارة ما عمل عليه ريكول، وكتير إحنا في الكراجات بنشوف غيرنا كتير زيه. على كل حال في هيك حالي أول نصيحة هي إحنا نستعمل الجير، ننزل غيارات الجير قديش بنقدر بشكل سريع. ممنوع بسرعة عالية نستعمل جهاز الهاند بريك اليدوي، في الحالة هو بنعد خطر جدا، لأنه كثير تعليقات أجت لآدم ويمكن شرح لك كمان، كانوا يقولوا له ارفع الهاند بريك الشارع فاضي. يعني أنا بهاي الحالة لا، ما كنتش بعمل هيك بسرعة 140، إلا بدنا نستعمله بشكل كثير دقيق، يعني نرفع وننزل بشكل كثير محوسب. إذا ما عملناش هيك السيارة ممكن تقلب في هاي الحالة. مشان هيك مش بالمرحلة الأولى كنت بستعمل هاند بريك، إلا بعد ما تنزل سرعتها بتصير تحت 80، بصير أرفع وأنزل فيه شوي شوي كأنه بستعمل محل بريك. بس على ما يبدو أنه آدم انضغط في هاي الحالة وما عرفش يتصرف كتير، وكان أفضل إشي لما الجير كمان ما تفعلش معاه. هو بقول أنه كمان الدرايف علق كأنه دي في هاي الحالة ما قدرش ينزل للغيارات الأوطى. كمان هذه شغلة غريبة أنه صار الشغلتين مع بعض. انا بتوقع انه يمكن كمان كان الجير بيقدر، هو انضغط ما قدرش يتحكم بشكل مختلف. 40 دقيقه زهر، يعني كمان دائره الترخيص اليوم لما بتروح بتست سيارتك، اذا بدنا نحكي بهاي اللغه، ممكن يمرقوا لك التست بالواسطه، ممكن تتصل بحدا من معارفك يمشي لك الموضوع حتى لو السياره ما كانت مجهزه. وفي كمان شغله يمكن اهم من هيك شوي، بدي اقول لك شيء اكثر من هيك، حتى ممكن تروح تسوي تيست انت اليوم وتمرق جهاز بريك مزبوط، جهاز المقود مزبوط، كل شيء تمام، وبعد 3-4 ايام تحس انه فيش عندك بريكات. ليه؟ لانه هني ما بيفحصوا البريك بشكل فيزي، هني بشوف اسا البريك عم بيشتغل كل شيء تمام، بعد 4-5 ايام انت ما بتشوف الا بتسمع صوت او بتشوف اداؤه، يمكن مش بالضبط اداؤه، وبتسمع صوت في الاول انه هو عم بينزل على الحديد. هني وانا ما بلومهن طبعا في هالحاله، ما بلومهن لانه هني مش مخولين انه يحلوا عجال ويفحصوا البريكات بشكل فيزي، كان قديش في بعد اللي هني يمشوا او هيك. مشان هيك هون في شوي حتى انه في وزاره المواصلات عم بفكروا يعملوا كمان قانون لالزام فحص البريكات قبل كل تيست بعد جيل معين، مش زي القانون الموجود حاليا موجود. زاهر انا بدي اشكرك جزيل الشكر على كل مشاركتك. العفو، شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا، باي باي.